اجي كان بورغون هنايا من نهار غنى الديسك ديال غضبان علاش خرجتي ما تليناش لقينا الخوادريه اليومين هذا ما علينا برد وسخون يا هوا برد وسخون برد وسخون يا هوا برد وسخون كتسمع الديسك كتحس براسك يلا خرجتي من الحمام نقي طاهر خالي من الجراثيم داد امي واش في خباركم بان الاغنيه المغربيه ناعسه في غرفه الانعاش وخليت شي فنانه كيقطروا ليها النبضات الاخيره واحد الفنانه تبكي وتنوح نوضي لينا عفاك عفاك يا خويتي خويتي الكيه في قلبي ما نقولها لحد واحد الشرح خدام يقشب عليها يا والله عينيك او مول المال هذي وي 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 خد المال انا ويدي وي داخل محاينا وي هذا هو اللي صفى عليها خرج عليها سير بلاص جا عندي واحد قال لي استاذ قلت له اسمح لي انا ماشي استاذ ويلي دينا كوميديا 2010 استاذ كون راه باس ودابا مفتيش قال لي شنو الاسباب اللي خلاو الاغنيه الشرقيه والغربيه طغات على نظيرتها المغربيه في السوق الوطنيه ها قال لي شنو السبب اللي خلا الاغنيه الشرقيه والغربيه طغات على نظيرتها المغربيه في السوق الوطنيه ادويو معايا بالعربيه ادويو بالدارجه هادو هما البالا المسلطو باغي تكريسيني حتى شفار غتشد قال لي لا بغيت نقول لك شنو اللي خلا الاغنيه الشرقيه غوفلات على المغربيه عندنا هنا في السوق السبب واضح وباين واضح وباين اعتماد الاغنيه الشرقيه والغربيه على الفيديو كليبات شبه عاريه مما يجعل المواطن والسكينه المغربيه تسهى وتنسى راسها فمثلا خيرناكم ما بين اغنيه مغربيه في المذياع الشريف الشامي الهمام الوطني السامي وما بين فيديو كليب من هذوك اللي كيعجبوكم الجنون اذاني كيدون دن اذاني كيدون ها ماشي ولكن ما بقاش فيكم الحال حتى حنا عندنا فيديو كليبات فيديو كليب المخير كنخسروا عليه لابيسين وثانيا مع الفنان في الكونترا ما يتلاوحش فيه ديما كتلقاه جالس حدا لابيس من حر الشواق والهواء من حر الشواق شنو الحل؟ قلت له دعم الطاقات، قال لي كيفاش الطاقات؟ قلت له ماشي الطاقة الشمسية، وتا الطاقة الشمسية الناس ديال الدوار ولاو يتشكاو، قال لك أسيدي بغاو بوطوات ديال الضو فين يتكاو الدراري ديال الدوار باش يديروا لا سياست منين يجيو من الخدمة. ونيت تا الدرية ديال الليسي كيخرجوا مع الستة في الظلمة، خاصهم بولات. قال لك كيتكريساو. كريساو. يا استاذ كيفاش تدعم الطاقات؟ قلت له اسكت شدوا الشاب هاك 100 درهم شري العود زيد انت اش كدير؟ تقرا في لافاك ايوا صافي شد 100 درهم شري العود زيد انت اش كدير الشريف؟ خدام في الجامعه لا دوز حيد عليا انت عندكم الماتيريال دوز حيد عليا دوز حيد عليا هذا مسطي حنا نعطيو 100 درهم يشري العود تولي عندنا البلاد كامله عواده تدعم الطاقات ياك هضرنا في تدعيم الطاقات ما هو لا يعقل ان 30 فنان كيتباع لي نفس سيدي ب 30 ريال سوم ريال الفنان واجر يا محمود جر وتكريم الفنانه كل سيمانه نكرموا فنان ماشي تيموت ونديروا له تصويره كبيره في البرنامج توفى الى رحمه الله الفقيد لا الفقيد تمات عاد توفى ملي كان حي ما كان سينيال في الاذاعه ولا نجلسو تنجلسو نجيبو شي فنانة تغني لنا 5 دقائق في برنامج تليفوني ب 60 مليون عوينت الله اللي فاس كطلق لينا الما الحلو ولابسة لي عاكم وكم ما لابساش الوالد جالس حدايا كبير مرة مرة يدور عندي قال لك كان زين بكري ودي السياسي يا رب ما نعرفوش بحالك راك تاريخ والوالد عدالو شغم لو شاغم شتي لا جات عليا انا الله يعطيني على الموت الله يعطيني على الموت في كانوا عينيا يا ودي اش من عينيا الوالد تيفوكوا لي زيو صعب يا تعمينات لا ديغنيغ فوا جو تو ليست سيل في لا شومبر تشد خلعه
ولكن عجبني الساتي ملي قال فات الفوت أسخنا طلح ديك الطريق عاد سولت راسي كيراني باقا باردة شوية كاع قراني دارو الدار ودارو الولاد وعايشين مليح نوض تخلص طلحة شحال هذيك كنت نقول يا ربي نشوف شي فنان دابا وليت كنقول يا ربي نشوف وما نشوفوش جايبه ديك القميجه ديال ديك السيمانه ولا لا الشرفه حوايج الاذاعه كيفركسوا هما ملي كيبغيو يصيفطوا لينا صيفطوا لنا مريم فارس اليسا هيفاء على حساب الاخت المومو حنا ملي كنبغيو نصيفطوا لهم كنصيفطوا لهم ناس كبار بعقلهم قالي العود ماشي طلبوش الثمن تقدر عاد تعشيهم كاع انا من هذا المنبر تنقول العالم اللي تبغيو تجيبوا الفنانه المغاربه ديالنا خصكم تعرفوهم اش كيبغيو السي راه كيبغيو الدجاج بالبرقوق في العشاء السي